سلام سلام متابعي قناة مروان مشتاق، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من بلاي ليست أمنية بنك. هذا الفيديو غادي يكون سبيسيال لحقاش بزاف منكم باغينو، بزاف كانوا طلبوني وقالوا لي يا مروان بغينا شي بنك نحلو فيه حساب التوفير ما يكونوش فيه يعني داك الفوائد اللي كتزاد كل 3 شهور. يعني انا بزاف منكم كتب لي في الفيديو اللي كنت حطيت يعني على سيرش بنك، انا ما كنقولش لكم ان خذوا ديك الفلوس يعني وخذوها نتوما، بامكان ديالكم مثلا كتحطوا ديما حطوا واحد المبلغ اللي باين مثلا 5000 درهم باش ملي غادي تزاد فوق ديك 5000 درهم تخرج ديك الفلوس وتصدقها ولا المهم شوف شنو دير بها، المهم كيبقى الحساب باين. يعني ما تدخلش بديك المبلغ ولا فيما تدخل قيد عندك يعني في تفتات التوفير وقيد في شي ورقه يعني باش تعرف نهار تزاد شي حاجه راه باينه منهم يعني حساب التوفير. هذا هو الفيديو يعني حساب التوفير ديال سيرش بنك، ودرت على فين هو الفيديو ديال التجاري، كنت حطيت واحد الفيديو في على التجاري حتى هو ديال حساب ها هو حساب التوفير ديال التجاري. يعني درت عده شروحات على الابناك يعني المغربيه اللي باينين، ودابا جا وقت يعني امنيا بنك. هذا الحساب هذا ديال امنيا بنك عندهم حساب توفير مجاني او كما كنقولوا بنك اسلامي، حساب التوفير في امنيا بنك مجاني بدون فوائد، يعني كتحط غير فلوسك كتخرج غير فلوسك، ما عندهمش هما ديك يعني الفائده اللي كتزاد بحال سيرش بنك بحال التجاري الى غير ذلك. فوالا الاخوان، هذا هو حساب يعني التوفير بدون فوائد او كما نقولوا بنك اسلامي. حساب التوفير ديال امنيا بنك يعني ما كيتزادوش فيه الفوائد عكس الابناك الاخرى اللي كل 3 شهور كتزاد لك واحد الفائده. الحوايج اللي كاينين في هذا الحساب ديال هذا امالي او لا حساب التوفير في امنيا بنك هو يعني كيعطوك واحد البطاقه سميتها امالي اللي هي هذه كتشوفوا دابا في الصوره. هاد البطاقه هذه مقسمه على 3 ديال الحوايج، الروتري يعني من جميع شبابيك الاوتوماتيكيه المغربيه، الايكوم ناسيونال مثلا تشري من السيتاد المغرب المغربيه، فابور، والبيمون تي بي او مثلا مشيتي كارفور مرجان بيم الى غير ذلك كتخلص في ديك لا ماشين تي بي او فابور. وفيه يعني واحد الميزه اللي يمكن لك تتحكم في الحساب ديالك في التطبيق ماشي عكس الابناك الاخرى اللي ان فوا كتحل حساب التوفير كيعطيوك فقط دفتر ما يمكنلكش تتحكم من الحساب ديالك يعني في التطبيق، لا هاد امنيا بنك كتعطيك يعني التحكم في الحساب ديالك من التطبيق. هاد البطاقه ما كتعطاش فابور الاخوه لان يعني كدير بها الايكوم الى غير ذلك، يعني كتقطع عليها البنكه 55 درهم في العام واللي هي ارخص بطاقه كاينه في حساب التوفير. لحقاش امنيا بنك راه كما قلنا 990 درهم هي اغلى بطاقه عندها في الحسابات ديالها اللي هي بطاقه بلاتينيوم، لذلك هذا الحساب هذا غادي يكون يعني مزيان بالنسبه للناس اللي كما كنقولوا حنا ما كيعجبهم ديك الفوائد او اللي عندهم حسابات في التوفير في بنكه اخرى. باش تحلوا حسابكم في هذه البنكه هذه واللي حساب التوفير كيكون يعني عندك الحق في حساب واحد في القطاع البنكي كامل، مثلا عندك دابا في سيرش بنك ما غاديش تمشي مثلا الأمنية بنك وتحل الحساب، لا خصك تمشي تسد الحساب ديال السي اش بنك او لا في التجاري وفا بنك وعاد تجي تحل حسابك في أمنية بنك. باش تعرف واحد القضيه، راه عندك الحق في 40 مليون اللي تحطها في حساب التوفير اي بنك مغربي، يعني عندك الحق في 40 مليون، فوق 40 مليون كتولي تحط في الحساب ديال الشيك واللي يعني خصك تحل حساب شيك واللي كيكونوا فيه اقتطاعات وفوائد على داك العمليات. فوالا الاخوان، هذا هو التطبيق الخاص بأمنية بنك واللي منه كتجيري كل شيء. باش تعرفوا كما قلت لكم واحد القضيه، انا يعني حل حساب التوفير يعني في ثلاثه البنكات، سوسيتي جينيرال، تجاري وفا بنك والسي اش بنك. يعني دابا ما بغيتش نحل في امنيا بنك، علاش؟ قلت نشوف يعني البنكه اللي غنخلي وعاد نسد الحسابات في الاخرى وعاد نحل في امنيا بنك، لان يعني بنك عجبني ما يكونش فيه فوائد، لذلك فلوسي تكون في الامان وانا كل اللي كناكلو حلال، يعني ما ناكل شي حاجه فوق فلوسي واللي كتسمى حرام والربا واللي راكم عارفين نتوما هادشي بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. المهم يعني انا واخا تقولوا لي علاش قلتي لينا تتحل الحساب في بنك اخرى خصك تسد القديم، انا حلهم فيهم كاملين، ولكن العمليات ما كندير حتى عمليه في شي حساب الا في ديال سياش بنك، مثلا في التجاري وفا بنك وفي سوسيتي جينيرال راه ما كنستعملهمش، يعني مخلي الحسابات موقفه ولكن ما فيهم حتى عمليه، ولكن نهار نسد ديال سياش بنك يمكن لي نختار واحد نكمل فيه عاوتاني والاخر يبقى يعني واقف، ونهار نبغي نخدم في الاخر اللي واقف عاوتاني نسد القديم. هكا كنمشي انا بهذه الخدمه هذه، لذلك الا بغيتو تحلوا شي حساب يعني في اي بنكه حساب التوفير كنهضر سدوا القديم عاد حلوا جديد، اما حساب الشيك الله يجعلك تحل حتى 50 حساب في اي بنكه مغربيه ما كاينش مشكل ما كاينش لا يهضر معك، فقط يكون مصدر الفلوس باين. هذا ما كان متابعينا الكرام في هذا الفيديو، شرحنا يعني حساب التوفير بدون فوائد على يعني بنك امنيا بنك، لذلك يعني الا بغيتوا تحلوا الحساب ديالكم غتمشيو لاقرب وكاله حداكم ديال امنيا بنك، ولا كتبوا جوجل في جوجل مابس يعني كتبوا امنيا بنك يعطيكم اقرب وكاله في المدينه ديالكم وتمشيو تحلوا فيها الحساب ديالكم بدون فوائد، وبلا يعني ما تاخذوا يعني ديك الفكره ديال ان يعني فلوسكم من هنا 3 شهور تزاد عليها واحد الفائده. هذا بنك كما كنقولوا بنك اسلامي، والروتري يعني في جميع الشبابيك الاوتوماتيكيه المغربيه عندها فابور دايره يعني شراكه مع سيرش بنك ومع بنكات اخرى، مثلا اللي عنده سيرش بنك يقدر يسير امنيا بنك فابور،
حتى الان غادي نكون سالينا فيديو ديالنا متابعينا الكرام. نتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. بالنسبه للناس الجداد اللي اول مره غادي يشوفوا الفيديو ديالي، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه او سبسكرايب على حسب لغه الهاتف ديالكم. ولا عندك شي تساؤل خليه ليا في كومونتير، ليا ميساج كنجاوب على كاع لي ميساج ديالكم. ونتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا من الفيديو اللي كندير. نلقاو فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.